قدام الجيش اللي خسرناه، فكل يوم تلاقي حد يقول لك اصل عرض من هنا وكلام موكل والحاجات اللي احنا عارفينها دي. يعني في بوادر انا بقول لحضراتكم امور مؤكده، يعني في بوادر بخصوص التجديد التعاقد مع موسيماني. هو عقده يخلص امتى مع الاهلي؟ يخلص نهايه الموسم اللي هيبتدي، يعني الموسم ده يخلص يبقى عقده خلص مع النادي الاهلي اللي هيبتدي ده. بس النادي الاهلي عنده النيه ان هو يجدد تعاقد موسيماني خلال الفتره اللي جايه، وموسيماني عنده الرغبه بشكل كبير جدا، لان انا اكدت لحضراتكم مرارا وتكرارا في عز ما الناس كانت بتقول لك لا ده في مش عارف مدرب مين، اصل الاهلي كلم جروس، اصل الاهلي كلم كارتيرون، والحاجات المضحكه جدا دي. فقلت لحضراتكم ايه؟ ان في مشروع بيتعمل في النادي الاهلي بخصوص الفريق الاول، ماشي بخطوات ثابته. وانت ماشي بتكسب 4 بطولات بس بتخسر بطوله او 2، ده وارد ودي كور، ده طبيعي جدا. لكن في نفس الوقت انت مش ناسي خالص اهدافك اللي على المدى البعيد اللي انت عايز تحققها، يعني كفرقه قويه جدا بتمشي بشكل تدريجي في التدعيم في القوام الاساسي بتاعك، ماشي في الاتجاه ده بشكل كويس جدا، وكبطولات بشكل مستمر بدون اي اخفاقات باذن الله، حتى لو برضه وقع منك بطوله او بطولتين ده هيبقى وارد في كره القدم، انت مش بتلعب لوحدك يعني. فالمشروع ده باذن الله هيستكمل، وخلال الفتره الجايه هيتم حسم هذا الملف بنسبه كبيره جدا. في بوادر وفي نيه، بقول لحضراتكم في اللحظه اللي انا بتكلم فيها معاكم دي، في نيه عند النادي الاهلي للتجديد، وموسيماني ما عندوش اي مشكله ومفيش اي عروض ومفيش اي حاجه كلام وكلاء وكل هذه الامور، والامور مستقره جدا بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طيب سؤال اخر الناس بتساله على جونيور اجاي، موقف اجاي ايه؟